السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أمركم تمام والأهل كويسين. تاريخ اليوم 19/3/2023 يوم الأحد. دائما مو الله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق وكل أنواع النعم إلكم لحبايبكم دنيا وآخرة قبل ما يجيبوا إلي، نفسيا ماليا صحيا اقتصاديا معنويا أخلاقيا إيمانيا، وأهم شيء إيمانيا. الصحة مهمة، الفلوس مهمة، الشغل مهم، بس أهم شيء الإيمان. وإذا ما شفناكم بالعين نشوفكم بالقلب، سلم بديكم وقلبكم. وإذا ما شفناكم بالدنيا نشوفكم بالجنة. دائما مدعي للجميع العايشين الله يشفيهم من جميع الأمراض، أمراض النفوس، أمراض الصحة، أمراض القلوب، أمراض الاجتماعية، أمراض الاقتصادية. وندعي لجميع اللي توفوا الله يرحمهم ويرقي من مقامهم في أعلى جنات الخلد والفردوس. اليوم حقرأ بمناسبة الصيام مناجات بمناسبة الصيام، وكمان بنحب نقول كل عام وانتم بخير، رمضان قرب، خميس أو أربعاء، يعطيكم ألف عافية. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما يشاء، بكل شيء هذا طبعا، حتى بالحقيقة اللي احنا مفكرينها موجودة. ألواح الصيام والنيروس. خذ الصلاة والصوم، إن الدين سماء والصوم شمسها والصلاة قمرها، وأنها لعمود الدين، وبها يظهر المطيع والعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الكل على العمل بما أنزله في كتابه القديم. بهاء الله. بسم الله الأقدس الأبهى. يا إلهي، هذه أيام فيها فرضت الصيام على عبادك، وبه طرست ديباج كتاب أوامرك بين بريتك، وزينت صحائف أحكامك لمن في أرضك وسمائك، واختصصت كل ساعة بها بفضيلة لم يحظي بها إلا علمك، لم يحط بها إلا علمك الذي أحاط الأشياء كلها. وقدرت لكل نفس منها نصيبا في لوح قضائك وزبر تقديرك، واختصصت كل ورقة منها بحزب من الأحزاب، وقدرت للعشاق كأس ذكرك في الأسحار. يا رب الأرباب، أولئك عباد